بعد باستضافة المختصة في ذلك في التكنولوجيا إسراء قميري. إسراء أهلا بك في البرنامج. صباح الخير محمد وصباح الخير لكم مشاهدينا. مرحبا بك. إذا إسراء التكنولوجيا المالية، ما هو مفهوم التكنولوجيا المالية؟ نعم محمد، في نسمعوا بزاف على الرقمنة المالية وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا في مجال ولا الفينانس كما نقولوا. دونك سي فينتك اللي جايه من فاينانشال تكنولوجيا. هاد الفينتك هي عباره عن تكنولوجيا حديثه اللي راح تسمح يعني بتطوير خدمات في المجال المالي، كي نقولوا خدمات ولا منتجات في المجال المالي. زعما عندنا في مجال البنكينغ ولا نقولوا في المصرف في يعني لي بنك، ومن خدمات نقدروا نرقمنوا هذا الجانب منها ولا نقدموا خدمات في عندنا التجارة الإلكترونية وكله ما يعرف بالدفع الإلكتروني الإي كوميرس يعطيك الصحة، وين رايحين يعني ندفعوا ولا نقوم بشراء منتوجات عن طريق التكنولوجيا يعني بجهاز الهاتف. كل جات باغ اكزومبل باش تتفقد رصيد حسابك في البنك، ماشي الى البنك، تقدر تتفقدوا من جهاز الهاتف تاعك. يعني لازم لك يعطيك الصحة في الهاتف والانترنت. هذا ما كان. نعم، الان نشوفوا فوائد الأجهزة المالية. كيف تكون هذه الأهمية وما هي فوائدها ايضا؟ من عام 2010 حتى 2022 شفت تصاعد كبير في خاصة مع البيتكوين وغير ذلك في العملات المشرقة اللي كنا شفناها واقيل في الأعداد السابقة. هذا المجال راه ما نقولوا والاستثمار فيه راه يتزايد، ونشوفوا باللي ارتفاع نسبة الاستثمار في هذا المجال كبير بزاف. يسمعوا شنو هي الأهمية تاعو وعلاش نستثمروا فيه. اولا راح نسهل المستعملين، حتكون استخدامات هذا المجال سهله جدا. يعني كما قلت لك نروح نديبلاسي لي زاجونس باش نشوف رصيدي في بنك، راح نقدر نتفقدوا من الهاتف، ولا حتى باستخدام انا نقدر نشري عليك بضاعه ونرسل لك المبلغ المطلوب عز الهاتف. كيما على بالك بلي كي زرت الولايات المتحده كامل النقد على الاطلاق، حتى في اوروبا هو ممنوع تحديدا، يعني ممنوع يعني ما لقينا اي استخدام للكاش، يعني صوف في واحد الحالات وين معينه صغيره جدا صغيره جدا. على بالك خطر ثاني رحت نشري كيما نقولوا لي سوفونير معناتها، كي مديت له لو بي جاتو غريبه، يعني باسكو هما يستخدموا بزاف الدفع والكريديت كارد. نتكلم في نعم الورقة. نتكلم عن الجزائر وواقعها باختصار لانه يعني مابقاش عن إسراء. هو واقع وافاق استخدام التكنولوجيات والماليه التحديه في الجزائر. نعم محمد، دوكا بالك كاين اغلب ما نقولوش كاين ناس ما على بالهمش بلي كاين دفع الكتروني في الجزائر، ونقولوا نوع من الدفع الالكتروني، مش بالك بلي انه يقدر يدفع فاتورة الغاز، فاتورة الماء، انه يد تاعو هذا واش يقدر يدير المستخدم حاليا، يعني باش يقدر يدفع ما على بالهمش ما طوب اللي هي كما نقولوا جزء بسيط جدا من الفينتك ولا من تكنولوجيا. هل تعتقدين انه هي للتعميم ولا هذه مرحله متخلفه؟ يعني هذه بدايه كما نقول مع جائحه كورونا شفنا بلي صار تغيير كبير في عده مجالات، وخاصه حتى مختصه في التكنولوجيا ربما جميعا نتسوق في لي غون سيرفاس كما نقولوا احنا في المساحات الكبيره للتسوق، نلقاو هذه الاجهزه لكنها لا تعمل، كي نجيو نعطيو لا كارت سواء ذهبيه ولا مازال ما نستعملوهاش يعني منذ سنوات. نعم، يا يقول لك ما كانش الريزو، يا يقول لك ما تمشيش. لماذا؟ أين هو المشكل؟ لازم يكون يعني مراقبة وتحفيز اللي هما لي تيرمينال دو بيمون إلكترونيك، لازم باسكو علاش مع التكنولوجيا راهي تتحدث حيث راه تطور في عدة مجالات حتى في الإلكترونيك، يعني لازم يكون عليها كيما نقولوا دي ميزاجور باش تقدر تقرا لي كارت. وحتى لي كارت محمد راهم يطوروا كذكيه ولا كيما نقولوا كونتاكتليس. هذه كونتاكتليس واش معناتها؟ يعني تدخلها في التي بي، رايح فقط تضع
بطاقه فوق الجهاز باش يقرا لابيس ولا باش يقرا المعلومات تاع حساب البنك تاعك. لانه كريبتوغرام غراف او غرام كريبتوغراف غراف نعم الحصول عليه يؤدي الى اختراق هذه البطاقة. نذهب الآن إلى نقطة إلكترونية إسراء وأفاقها خاصة في الجزائر. دونك كيما اللي في هذا المجال دونك واش لازم رايحين نبدا التطورات خاصة التقنية ومام في الكوتي بسيشيك تاع المستعمل كاين لا كونفيونس في هذه التكنولوجيا. يقول لك انا نروح للبنك نخرج دراهم نشوف هذه يعني طريقة آمنة ليا بصح لا لا لازم يجربوا ومن بعد يلقاو بلي انها طريقة فعالة يعني راح الكيمات والوقت وراه غير من جهاز تاعو ولا في جهاز الهاتف تاعو رايح يقدر باش يستخدم ولا باش يدفع ولا يشري مستحقات تاعو سواء في كيما نقولوا الجروسريز اللي هما الاشياء العاديه اللي يشريهم يعني خضر فواكه. كاين دوكا بزاف تطبيقات اللي راهي تمد هذه البوسيبيليتي باش نقدر نشري اونلي ولا كما قلت لك دفع الفواتير يعني بلا ما يروح يدير لاشان باش يقدر يدفع فواتير تاعو جست عن طريق يا الهاتف ولا عن طريق ولا حتى عن طريق التطبيقات المخصصة لذلك. نروح إلى التحديات التي تواجه المجال في العالم وفي الجزائر. احنا نعرف التحديات التي تواجهنا على الأقل ونتمكن منها حتى أنه عندنا أفاق إلى ذلك مستقبلا في العالم بما أنه تكبر. يعني ما هي التحديات والحلول التي تقترحينها أيضا؟ محمد كما قلنا يسمح رح ندخل إلى شبكة الإنترنت. كل ما دخلنا شبكة الإنترنت كما نقول الأمن راح يكون ناقص. هضرنا باللي لا سيكوريتي تاع لي زانفورماسيون ولا تاع المعلومات كي تدخل للإنترنت راح تكون يعني حساسة وخاصة في المجال راح تكون جميع المعلومات الرقمية تاعك اكسبوزي ولا متوفرة في كل القرصنة راح تكون بشكل كبير على يعني تستهدف هذا المعلومات وين كاين المدخول يعني راح يكون كبير يعني عوض نسمعوا بزاف بلي كاين سبام ولا جاني ايميل سبام واش يديروا المقرص راح يبعث لك ايميل على اساس انه هو البنك تاعك ويقول لك خل معلومات البطاقه تاعك ولا يعني جور دو ميزا جور المعلومات الصف اذا زعما ما عندكش ما روح من هذاك البنك يعني السول كونتاكت سيتي الايميل انت واش تروح دير تخاف انه يغلقوا لك الحساب. حكي انه كاين بطاقات ما نقدروش نحلوهاش اصلا في البنك تجينا فقط عن طريق الايميل الكتروني. واش يروح يدير يخدم لك باج نورمال ويب تشب راك داير فيها وتايا تدخل تحل الرابط دخل المعلومات تاعك وهذيك الصفحه راهي مزيفه. كيفاش نعرفوا بلي راهي مؤس في ال HTTPS كيما هضرنا في الاعداد السابقه ولازم نتاكدوا من صحه. دونك هنايا راح نتعرضوا للقرصنه ولازم يكون فيها رقم الدولة هذه اللي هو التعريف تاع الدولة اللي يجي في آخر كل رابط اللي هو الأفاق بالنسبة للجزائر يو اس بالنسبة للولايات المتحدة. يعطيك الصحة. دونك أكد منه قبل ما تنقر على أي رابط بالخصوص. كاين أيضا اللي الكونتاكتلس هذو اللي هضرنا عليهم صرات لي بالخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية. كنا في كي نقولوا شارع هوليوود كاين هذوك اللي يقفوا تاع مغنيين نعم زعما يدوا منك دونيشنز كيما نقولوا يعني ولا تبرعات. كيما تقرب منيش كاش يعني باش نتفاداه ابخي قال لي عندي جهاز الهاتف تقدري تودك يا تاعي وتمدي لي الدونيشن يعني حتى الطبقات اللي عندهم هما عندهم تكنولوجيا في هذا الشيء. واخر هو انه كاين اجهزه ذكيه كما قلت لك تقدر تقرا المعلومات ما كوش داروا حل
انه كاين حافظ للبطاقات يمنع خروج الموجات حتى في البوشات اللي عندنا تاع الدراهم بقاو فيها اكزاكتومون دوكا ولاو يديروا فيها خلفك ويفد فقط تليفون يقربوا لل ليك يتحصل على كل معلوماتك الشخصيه. احنا مازلنا بعاد على هذا مازلنا بعاد جدا على ما اعتقد. هي محمد كل ما تتقدم تكون التحديات مع تقدم التكنولوجيا يعني نقدروا نقصوا من هذوك التحديات ونفاقموا باش نعرفوا شغل الكونتر خطا تاع هذيك التكنولوجيا. كي نلقاو الريزوم بعد استرى على كل هذه المعلومات التي بالتاكيد تخدم المشاهدين فيما يتعلق بالائتمانيه وايضا التكنولوجيا الماليه. عطله سعيده لك اسراء لانه اخر عام. اتمنى لك التوفيق نلتقي في مواعيد اخرى ربما في الشروق نيوز. شكرا. اذا كانت هذه مشاهدينا اسراء جوميري واخر عدد بالنسبه للتكنولوجيا لهذا الموسم. تاتيكم ايضا فقره التكنولوجيا الاسبوع المقبل مع الياس في يكون دائما حول اهم المحطات التكنولوجيه. نهايه المورنينج اعود والتقي بكم غدا جديد وعدد جديد. الى اللقاء.